لعيب كورة عشان اطلع لعيب كورة على جنب. بتحلم بايه يا عبد الله؟ انا اكون مهندس. بحلم ان انا اشوف حاجه حلوه كده والدنيا المقفله تتفتح في وشنا كده. انا احلامي ماتت بصراحه. بتحلم بايه يا محمد؟ اول حاجه انا كنت في حقوق خلصت، كان نفسي طبعا اخش معهد فنون مسرحيه بس يعني الجيش قال لي تعالى بالاحضان فرحت الاول بالجيش، فبحلم ان انا اخلص الجيش وبعد كده اروح معهد فنون مسرحيه واخلصه. تحلم تبقى ممثل يعني؟ جدا. احلم اكون قدره شويه. بتحلم بيه يا استاذ كريم؟ معايا يوسف وياسين، عايزهم في احسن حال ان شاء الله. بحلم تبقى يعني ابقى احسن دايما، يعني انا عايز ابقى السنه الجايه احسن من السنه دي، والسنه دي ربنا يكرمني واحقق اللي انا عايزه، بس ان انا مثلا ابقى في تطور مستمر، ان انا ما اقفش عند حاجه معينه، لان ما فيش حد حلمه بيقف، يعني كل انسان وبرضه يعني اللي حلمه بيقف دوت او ان هو ما بيحلمش، انا بعتبره في شخصيتي انسان فاشل، فلازم الانسان طموحه ما يقفش. بتحلم بيه يا عم ناصر؟ كل شاب بيحلم بيه، انا شاب عجوز شوية. عايش مرتاح وعيالي يتعلموا صح و... بس نحلم بيه بالست. انت هحلم بحاجات كتير قوي يعني، انما زي ايه يا عم؟ حاجات كتير، حاجة من الحاجات الكتير يعني. نفسي مثلا اعمل عمرة اللي هي دلوقتي غليت مش قادر اعملها مثلا، يعني عمرة مش حلو يعني، الواحد عايز البسيط حتى. نفسي اشوف ولادي طبعا كويسين الحمد لله، هو الحمد لله كله مستقر يعني الحمد لله، فرضا الحمد لله عايشين كويس الحمد لله. بحلم بستر ربنا، ربنا يسترها معانا في الدنيا وفي الاخره. بس جبت عشقه وعربيه. احلام وسيعه بوسعه خطوينا، احلام لا تتجيد ولا تتحد، احلام بضحكه وصبر وعيون شايفه، احلام بخطوه وسطوه ومتين يد، احلام نغنيها صداها يعاود يفرش طريقنا بالندى والورد، وإذا كنت قادر أصنعه اليوم ده فإيه لزوم الانتظار للغد.